لا سبب لا. والمحصنات من المؤمنات إلا ما ملكت أيمانكم. ينفعهم من الإسلام ولا عيب على المناسبة. ينفعهم من الإسلام. الرسول قال له عم يحكي محارم النكاح والمحصنات النساء يعني من جوزة. شو إيه؟ إلا ما ملكت أيمانكم. شو يعني إلا ما ملكت أيمانكم؟ قال إذا كان لكم عنه في المصحف ملك اليمين أسر ما له علاقة بالرب نهائيا، لأنه وقت عملت الأسر فإمام النبع وإمام بدار يعني يبتمن أنه بتبتدوا الصراحة ويبتبسي يعني أسر يعني الرخ والأسر مو بالمصحف ما له وجود مع بعض نهائيا ما له وجود نهائيا يعني الأسر والرخ ما لهم علاقة ببعض المصحف. قال إذا كان واحد أسر وحدة من الأعداء ولوم الجوزين بيلحق له النعمة. هي هيك وصلوا إلى ما ملكت دائما. لسان محمدي أوجد نوعين من الزواج من علاقة الرجل والمرأة. نوعينها. النوع الأول هو ميثاق الزوجية. شو اسمه؟ هذا ما في هذا ما في تعهدية في ميثاق الزوجية، انتم تعهدوا زوجين مو لا لا مو موجود فيه. وإذا أردتم استبدال زوج ما كان له فآتيتم عندهن قنطرة فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الزوجي ميثاق غليظ، مو أن تحكي زوجتكم وكلتكم وكحتكم وكلتكم هذا مو ميثاق، هذا عقد، هذا ملك اليمين. يعني معظم زواجات اهلي انا بكثر بشيء ملك اليمين مو عقد مو ميثاق. الميثاق هو زواج الكنسي، لحلا صح هذا الميثاق. زواج الكنسي هذا الميثاق ونفسه نفسه ما غيره. يعني واحد حتى بس شو عدلها؟ انتبهوا المصحف عدل الزواج الكنسي. في الزواج الكنسي الرجل والمرأة بيعطوا ميثاق اثنين طلاق ما في فراق وطلاق ما في. باليهودية عدل كمان باليهودية المرأة تفرق الزوج ولا يمكن الأخمة بيد الزوج لا يمكن أن تقوم بيد آخر لا يمكن لا يمكن باليهودية إلا الرجل اللي طلع مرته ولوحة بس طول عمره إذا ما طلق ما فجاء ميثاق الزوجية في المصحف قال له مصحف يا أخي قال له مصحف شايف الطلاق 19 آية 19 آية شايف الطلاق شو صار؟ شو قال لك؟ ميثاق طلبه من الرجل هي من المنجحية طلب من الرجل يعطي المرأة ميثاق ميثاق الزوجية زي إلا هل تقبلينني زوجا مدى الحياة على أن أرعاك في السراء والضراء والصحة والمرض وفي السوى والشيخوخة وحتى يفرق الموت بيننا هي بتقول له هي اليهودية بقى موجودة الثانية هي بتقول له أنا قبلت ذلك وأعطيك مقابل هذا الطاعة بالمعروف والعصمة وتحس العدوس أخذ أي بي اليهودي شو بتلوه هو بيعطيها الميثاق شو بتلوه وأنا مقابل هذا الميثاق أعطيك العصمة والطاعة بالمعروف. باليهودي الطلاق بس بيد الزوج هون لا حطوا الطلاق بس بيد الزوج شو عدل وعدل بالنصرانية إنه في طلاق بالنصرانية في فراق في فراق ما في طلاق بس عنا في فراق كمان انتم شو بدكم بالمسح كلها موجود بميثاق الزوجيه اول واحد بدير واحد ما بدير يطلع مرته والذين يقولون من نسائهم فتربصوا اربعه اشهر فالباب بان الله غفور رحيم قال له دحيني اذا كان انت بدك تطلع مرتك في عندك فتره اربعه اشهر فراغ يعني ما في كلمه طلاق ما في تتركها في هذا في المسيحية فراغ دائمون عطاكي حد أعلى أربعة أشهر بس أربعة أشهر بتبكر إذا قال لها أنت طالق أنت مطالق كل كلام فاضي بده يقعد أربعة أشهر هي يقبل هو
بعد الأربعة أشهر إذا مصر إذا مضي طلع بيقدر طلع وإن أي بعد وإن عدم الطلاق فإن الله عز وجل يعني من أي واحد يستجمع وطلع الروح روح أربعة أشهر تركنا وده أنا بعد بس عنا هالشيء الزواجات هي عنا مو أي عنا مو ميثاق عنا عقد نكاح تعرف عقد النكاح أخي أنا ما ابتياك وعندي هو بلا روح يا عم بعقد النكاح هي وملك اليمين اللي هي هو ملك اليمين عقد النكاح هو براءه الرحيم بس مثل شو كل واحد ما يذكر الالتزام هذي عبارة نفسه وين صار عقد ملك اليمين وين اليوم أحل لكم الطيبات وطعامه الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أجبتموهن أجورهن محصنين غير مسافرين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان وقد حبط عمله وهو في الآخرة من خاسرين. عم نشرح لأول مرة لك اليوم لأول مرة حط إنه بيصير عقد نكاح اتباع جنس بين رجل وامرأة كل واحد بيلتزم بالشيء اللي تحت فيه على شرط شوف الدقة بميثاق الزوجية حاطط نوعين أي والآن النساء الصداقات هن نهلة حاطط صداق وحاطط إذا طلقت النساء وقد فرضتم له فريضة شو حاطط الزواج شو حاطط الصداق شو حاطط الفريضة هذول الاثنين حاططهم أما هون تعرف ليش قال أجر حتك لك مرق الرق ما بياخد أجر ملك اليمين لكن عم يفهم ملك اليمين يقول لك إنه هذا مرق لا هو ذكر كلمة أجر حتى يقول لك إنه هي مرق هذا مرقيق الرقيق ما بشيء ما بيأجر بالرقيق بينما هي إذا واحد عنده ميثاق زوجية وطلقها طلاق بائن ما هو بشيء والطلاق البائن اللي أنتوا عم تساووا معه يعني هذا طلاق ما له علاقة بالمصحف يعني طلاق باين هي عسوم بحكي الطلاق والتنتين وتنت الطلاقات وهدول والطلاق والثلاثة كله هذا غلط المصحف مو هيك تبوا المصحف مو هيك طيب طلقة حكمة بالنسبة لجوزها حكم من جوزها لأنه ما بصفت له إلا تتجوز تطلق معناتها أي وحدة غيرها كمان متزوجة وطلقت مثل هذا فهو الحق لك والمحصنات من النساء معناتها إذا واحد تخلق وقت الطلاق باهل النساء فضي ما تحل له حكم حكم إيه؟ لو قال له إذا كان أنت مسايم مثل يمين وفتخت العقد بينك وبينه تجد ترجع له ويحل لا تنفوا هذا شوفوا الكلمة اللي بعدها كتاب الله عليكم لأنه من فعطتك كم احتمال عطتك؟ اثنين سؤال بعدها كتاب الله عليك وحتى إلا أنه يعني احتمالنا بس يبقى لك إذا تلت لي والذين يبطلون الكتاب من مبارك احتماله لكن إحنا ما بسألنا يعني الكتاب شو هو هو اللي ما حدا سأل السؤال أنه والمطلقات يطلقت أن يكون ثلاثة قرون بعدين قال لأي ونبي صلى الله عليه وسلم وضبون العيد عم عيد لأدي مرتبين قالوا لأنه عم بيكين أولاني تبعات مثل اليمين أنه تركوا من شيء وتركوا بعض خلاص هلا عم بيحكى على الميثاق الزوجية البيت لها تقول لا تخرج هدى السنة ولا تخرجنا إلا أن يقيم الفاحشة المؤمنة البيت لها بل هي المطاعة أبدا إلا إذا كان لك في الفاحشة حتى لو ما عنده بيت يصيروا جيران قالوا إيه بتفضل أنت بخش في بابك إذا بيته ما تقيس والبال عم البيت تقول البيت لها هل تقول بيت لها لاحظوا وقت عم يكون ميثاق زوجي اقروا سورة الطلاق اقروا ولا اقرا لعل الله يكتسب بعد ذلك امرا هذا ومن يتق الله يجعل له مخرج عم يتحلى في سبيل مرته يعني انه طول بالك واتقي الله وعلم في هذا اقروا ما تنيح اقروا عم يهدي الرجال عم يهدي انه طول يعني عليك طول بالك الى اخره الى اخره الطلاق مرتان طلاق هذه ما حدا عم يساويها اول شيء فراق
اثنين بعد الفراق 4 شهور طلقة الأولى. بعد الطلقة الأولى العدّة. بعد العدة الطلقة الثانية. لسبب لا تطلقوا مرة ثانية. فاكم معروف وقت تصير بيتها. منين جبتوا الطلقة الثالثة ما عم بعرف. الطلاق مرتان. الطلاق مرتان. إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. يعني إيش مرتان؟ يعني مرحلتين ولا إنه يقول طالق طالق. الطلاق ولا؟ الطلاق مرتان. وضحيت. هلا الطلاق معرف. طيب. ومرتان منكر. طيب. أنا دخلت مباراة بقول لك النصر هدفان. النصر هدفان. هدفان شو يعني؟ يعني إذا جاب أقل من هدفين ما ينتصر. يعني إذا رمى هدف واحد حطوا هدف واحد ما 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 ينتصر. وما بيصير كمان هدفين بكل هدف في مباراة. أي صح. تكون نفس المباراة. صح. عشان تأهل. صح. أيوه. هذا المثل بالضبط. الطلقة الأولى بعد الفرا بعد الإيلاء بعد الفرا 4 شهور بعد الفرا علنا وأمام شهود. علنا وأمام شهود. من وين هذا؟ هلا بقول لك يا. أيوة. طيب. وتتبعها العدة. اللي هي 3 قروء. نعم. أو 3 شهور. لحظة الحين 3 شهور هذه تجي بعد الطلقة الأولى. بعد الطلقة الأولى. طيب. إيه. الطلاق مرتان. يعني النصر هدفان. أيوة. طلع الأولى إمتى؟ بعد الشهور 4. ايه طلقة الأولى هي أيوه. هي الهدف الأول. اوكي. مدة المباراة قديش؟ هو العدة اللي هي 3 شهور الثانية العدة هذه صارت من 7. ايه طيب. هي العدة شو صاروا؟ طلقة الثانية بعد العدة اللي وضحيت؟ هي اللي هي التسريح. نعم. يا اما اذا ما طلق الطلقة الثانية امساكهم بمعروف طلق بعد العدة صار تسريحهم بإحسان لا تحل له. انتهيت. وضحيت بقول لك بعد ما فإن طلقها فلا تحل له. إذا ما طل يعني إذا ما طلق الطلقة الثانية ما صار طلقة واحدة ما صار طلاق. طيب. وضحيت. طلقة الثانية بعد العدة. يعني مو إنه مرة ثانية الطلاق مرتان. أول مرة قبل العدة ومرة ثانية بعد العدة. أول مرة بعد 4 شهور. وثاني مرة بعد 3 شهور. بعد 3 شهور. طيب. وقتها لا تحل له. فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. وضحيت. طيب. لا تبقى لك فإن طلقها فلا تحل له. المفروض يعاملون بالفقه اي واحد اذا بده يطلق مرته القاضي يبعثه يقول له 4 شهور تعيش لحالك. لا طيب اذا نطق الطلاق اذا قال انت كلام فارغ هراء لا يقع هراء هراء لا يقع هراء عم اقول لك هراء بتعرف يعني هراء كلام فارغ بده يتركها 4 شهور ليبدا بالطلاق هو حاطه وإن عزموا الطلاق بعد 4 أشهر بعد 4 أشهر فراق فإن الله سميع عليم يعني إذا بعد 4 أشهر زاور حال بجوز يجي بعد 4 أشهر خلص يصالحوا هذا مو هجر بالفراش ها مو هجر بالمضاجع فراق ها انتبه يعني بإيلاء زوجي وهجروننا في المضاجع أيه. لا هذا غير هيك هذا فراق تماما أنه يعني طوال الشهور 4 كل واحد لحال لكن الآن إذا غضب من زوجته أو صار موقف أو رأى منها شيء فطلقها هراء يعني لا يقع هراء يا أخي اصبر قل لي لا يقع لك هراء لا يقع طبعا أقول لك هراء هذا كلام فارغ طيب المفشي طلق اللي يكون فراق طلق أولى عدة طلق ثانية مباشرة قال له هاي طلق صار هذا الحل لك لسبب لك الطلاق مرة ثانية إمساكهم معروف يعني طلق الأولى طارق ما طلق يعني ما طلق أو تسريحهم بإحسان هلا إذا كان هي مبدأها إذا هو مبدأها بيقول لك تسريحهم بإحسان وإذا كان هي جوز عليها بحق إلا رأسها تطلق الطلاق إذا إمساك زوجية مباشرة بحق إلا تطلق الطلاق لأسباب قال لك وإن امرأة خافت من بعدها نفوسا أو إعراضا الإعراض يعني لعبة واحدة ولا تنا حليما بالصحة بينهما صلحا شو إلا ولا تستصي وأن تعدلوا بين النساء ولا حسكم لا يجب أحدا فلا تنبيوا كل من بعدين إلا وأن يتفرقا من الله إلا من سحته لا تبا بعيات الطلاق
إذا هو ما بدأ أبي لك سريقوهن وإذا هي ما بدأ أبي لك وفارقوهن أروه إذا هي ما هو ما بتقول لك وسريقوهن إذا هي ما بدأ تقولك وفارقوهن كلهم آيات دقيقة بشكل حقيقة بس لذلك يعني